إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فحديثي معكم في هذا اليوم المبارك بإذن الله عن بعض خصائص رمضان لعل الله ينفعني وإياكم بما نسمع وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والأعمال الصالحة لقد فضل الله عز وجل الشهور والأيام والليالي بعضها على بعض ففضل رمضان بصيام نهاره وقيام ليله أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصحح الحديث الألباني على الجميع رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة أسأل الله أن يعتق رقابنا والمسلمين من النار Dear brothers and sisters in Islam, my khutbah today is a reminder about some qualities of the month of Ramadan. Ramadan, the best and exalted month. Allah, the Almighty, has favored some months over others, some days over others, and some nights over others. Allah Azza wa Jal, He favored then the month of Ramadan over the rest of the months. Imam Bukhari and Muslim narrated from the hadith of Abi Huraira that our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever fasted the month of Ramadan
out of sincere faith and hoping for a reward from Allah, then his past sins will be forgiven. And whoever stood in prayers in the nights of Ramadan out of sincere faith and hoping for a reward from Allah, all of his previous sins will be forgiven. Imam Tirmidhi and Ibn Majah narrated from Abi Hurairah that our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, on the first night of the month of Ramadan, the shayateen, the devils are chained, the jinn are restrained, the gates of the fire are shut, such that no gate among them would be open. The gates of paradise are open, such that no gate among them would be closed. A caller calls, O seeker of good, get near. O seeker of evil, stop. For there are those whom Allah frees from the fire, and it is every night. So may Allah Azza wa Jal freeze our neck from the hellfire. ومن فضائل الشهر أن الله عز وجل خص رمضان دون سائر الشهور بالصيام. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأخرج البخاري عليه رحمة الله من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع. The month of Ramadan is a month of fasting. Unlike other months, Allah has applied obligatory fasting to this month. He said in the ayah, more or less, that can be translated as, whoever observe the moon sight of this month, meaning Ramadan, let him observe fasting of it. Imam Bukhari narrated from Talha that a Bedouin came to the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and said, O Messenger of Allah, inform me what Allah has made compulsory for me as regards fasting. He sallallahu alayhi wa sallam replied, the whole month of Ramadan, unless you want to fast, optional fasting. Wa akhraj an-Nasa'iyyu عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلا الصيام. قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه, ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Imam Nasa'i narrated from Abi Huraira that our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, there is no good deed that the son of Adam does, but between 10 and 700 reward will be recorded for him. Allah the Almighty said, except fasting, for it is for me. He gives up his desires and his food for my sake, I shall reward him. Fasting is a shield. A person
has a fasting person has two moments of enjoy. One when he breaks his fast, and the other when he meets his Lord. And the smell that comes out of the mouth of the fasting person is better before Allah than the fragrance of musk. والجزاء من جنس العمل فلما كان الصوم يجعل المسلم ظمآنا ويشعر بالظمأ في هذه الدنيا فإن الله عز وجل جعل له بابا في الجنة يقال له الريان جعل خصيصا للصائمين أخرج البخاري من حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٍ. Indeed, we know that the reward is from the same type of the deed, as the same type as the deed. Because fasting, making the Muslim feels thirsty in the month of Ramadan, Allah Azza wa Jal rewards the fasting person by assigning a special door in Al-Jannah, in paradise, called Ar-Rayyan. Imam Bukhari narrated from Sahl that our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, there is a door in paradise named or called Ar-Rayyan. Only fasting Muslim will enter through it. Then when all fasting Muslims enter from it, it will be closed and no one else will enter. شهر رمضان شهر القيام أخرج البخاري من حديث أبي هريرة كما ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واسمع هذه الفضيلة للقيام رعاك الله أخرج الحاكم وأحمد والطبراني من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قيل لمن هي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام وفي رواية وأدام الصيام وقال الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ramadan is a month of standing in prayer at night. Allah the Almighty has characterized the month of Ramadan by the night prayer as a voluntary practice of worship. Imam Bukhari rahimahullah said that our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever stands in prayers in the night of Ramadan, all of his previous sins will be forgiven. Imam Ahmad and Al-Hakim wa Al-Tabarani min hadithi Ali narrated that our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, in paradise there is a habitant, the outside of which can be seen from the inside, and the inside of which can be seen from the outside. They ask, to whom are there these habitats? The Prophet ﷺ said,
for those who spoke good words or spoke kindly, fast regularly, and pray while people are asleep. ومن خصائص الشهر أنه شهر القرآن. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يصوم الشهر احتسابا وإيمانا وممن يقومه احتسابا وإيمانا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، فشهر رمضان هو شهر القرآن، وقد كان جبريل كما أخرج البخاري يدارس النبي القرآن في رمضان في كل عام، إلا في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فقد دارسه القرآن مرتين. لابد أن نتعرف أن للقرآن حقوق على المسلمين، ومن أعظم حق القرآن على المسلمين أن يتلوه وأن يعرفوا فضله وأن يتاجروا به مع ربهم. ومن أرباح هذه التجارة زيادة الحسنات. أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة. From the characteristics of this month, it is that this month is the month of the Quran. The first verses of the Quran were revealed in the month of Ramadan. Allah the Almighty said, more and less in the ayah, Ramadan, a month during which the Quran was revealed as guidance for mankind, clear pieces of evidence and a separation between truth and falsehood. So it is recommended for the Muslims to recite the Quran, not just in Ramadan, but in Ramadan it becomes more recommendable to recite the Quran more and more. Indeed, from the rights of the Quran upon the Muslim is to recite it, is to know the status of the Quran and try to strike business with Allah using the Quran. From the profits of this business is increasing the hasanat, the rewards. Imam Tirmidhi narrated from Abdullah ibn Mas'ud that our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith, whoever recites a letter will have a reward. The reward will be multiplied 10 times. I'm not saying alif lam mim is a letter, but alif is a letter and lam is a letter and mim is a letter. ومن أرباح هذه التجارة في الدنيا والآخرة ما أخرج مسلم في صحيحه أن عمر سأل عامله على مكة عندما لقيه في الحج: من خلفت على الناس؟ من تركت أميرا على الناس؟ فقال: ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة هذا؟ فقال: مولا من الموالي. فقال عمر: أخلفت على الناس مولا من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن وعالم به. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين.
ومما يدل على هذه المنزلة والرفعة حتى بعد الموت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في دفن شهداء أحد. فقد أخرج البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في أحد، أي في القبر الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. Also among the prophets of the trade is the elevation in this life and the hereafter. Imam Muslim narrated that Umar asked his Amir, ruler, governor of the people of Mecca, saying to him when he met him in Al-Hajj, who did you place over the people? He said, Ibn Abza, the son of Abza. He said, who is Ibn Abza? He responded, a man from the freed slaves. Umar said to him, you left over the people a freed slave? Then he said that he is from those who recite the Quran and understand it. Then Umar said, indeed, I heard the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying that Allah the Almighty will elevate people with this Quran and put down others. What points to this level and elevation in this dunya and the hereafter is what occurred after, when he burying sallallahu alayhi wa sallam, the people, the martyrs of Uhud. Imam Bukhari narrated from Jabir that he sallallahu alayhi wa sallam used to combine two killed men in one grave. And he used to ask, who among them knows more the Quran? So if somebody pointed to one of them, he will put him in the grave first. ومن أرباح هذه التجارة ما أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأخرج الترمذي وأحمد والحاكم أخرج أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. Among the prophets of this trade, it is the intercession of the Quran to its companion. It was reported by Muslim from Abi Umama that our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, recite the Quran for it intercedes on the day of judgment. Imam Ahmad and Al-Hakim narrated from Abdullah ibn Amr that our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, fasting and Quran intercede for the servant on the day of judgment. The fasting will say, O Lord, I forbid him from eating, drinking and pleasure during the day of Ramadan. The Quran will say, I stopped him from sleeping at night, so let me intercede for him. He said, they will intercede. And finally, ومن أرباح هذه التجارة لمن كان ديدنه قراءة القرآن وحفظ القرآن أنك يا عبد الله تلبس تاج الكرامة يوم القيامة، كما في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يجيء
صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يقول القرآن فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده قال فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارض عنه قال فيقال اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة. وصحح هذا الحديث الألباني وحسنه عليه رحمة الله. Among the prophets or the benefits of this, of reciting the Quran, you will wear the crown, or wear the crown of glory in the day of judgment. As Abu Huraira narrated, the companion of the Quran will come on the day of judgment, and the Quran will say, O Lord, his crown. Then he will wear a crown. Then says, O Lord, increase for him. So he wears the crown of glory. Then says, O Lord, be pleased with him. Then it is said, read and elevate. He will be increased with every verse a reward. ما يجب علينا وما ينبغي لنا إذا سمعنا القرآن. يستحب لمن قرأ القرآن أو أنصت إليه أو استمعه أولا الإنصات، ثانيا التدبر، ثالثا حضور القلب، رابعا ترك الشواغل، خامسا استشعار عظمة الكلام والمتكلم، سادسا الترقي من حال إلى حال، سابعا الاستشعار بأن كل آية خطاب لك أنت، إن فعلت هذا نفعك الله بالقرآن. It is recommended for all of us, for the one who recites the Quran or the one who hears the Quran, to do some action. Number one, listening well to the Quran. Number two, pondering. Number three, presence of heart and mind. Number four, avoiding attraction and distraction. Number five, trying to feel the greatness of the speech and the speaker. Number six, avoiding being static and pacific. Number seven, realizing that every verse addresses one personally. If we do so, we will get the benefit of Al-Quran. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن والصيام، وأن يجعل القرآن والصيام شفيعان لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وصالح أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك نسألك نصرك المؤزر المبين لعبادك المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارفعهم ولا تضعهم، اللهم تقبل موتاهم وداوي جرحاهم، اللهم اجعل الدائرة تدور على أعدائهم. اللهم يا قهار يا جبار، أرنا آية في بشار وأعوان بشار وكل من حاد الله ورسوله. اللهم
اللهم أرنا فيهم آية، اللهم عجل في زوالهم، اللهم عجل في زوالهم، اللهم عجل في زوالهم، واجعل الدائرة تدور عليهم بقدرتك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.